اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج الترند، واللي بينورنا وشرفنا فيها الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. استاذ حكيم، منور الدنيا. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام. سفر الفريق لبكره، الاستعداد لبطوله قطر فيفا انتر كونتيننتال، كاس التحدي، بكره ضربه البدايه. بكره ان شاء الله يمكن مارسيل كولر كلنا عارفين لما رجع الفريق من جنوب افريقيا ادى الفريق راحه يومين، وبكره التدريب الاخير في ملاعب قطاع الناشئين في مدينه نصر. هيسبقها جلسه تصوير رسميه للفريق، وبعدين البعثه. يمكن انت قلت امبارح القائمه، وهي يمكن ناس كتيره القائمه يمكن تقريبا هي ما فيش حد هيستبعد منها، لكن خليني اقول لك بس ان بكره النادي الاهلي بيضرب رقم قياسي في جلسات التصوير. عايز اقول لك بكره جلسه التصوير السادسه للنادي الاهلي في موسم ممكن تكون ما بداش بالنسبه للانديه كتير. جلسه التصوير السادسه بالنسبه للنادي الاهلي بكره. في لعيبه عمرها مع الفريق الاول 21 سنه و11 شهر ما عملتش جلسات تصوير رسميه بالعدد ده، يعني 21 سنه و11 شهر مع الفريق الاول ما عملتش جلسات تصوير. النادي الاهلي عملها من 27/9 لحد النهارده 10 ديسمبر او 9 ديسمبر. محمد عبد الله لاعب فريق شباب النادي الاهلي اللي هو مثلا 19 سنه عمل 6 جلسات تصوير رسميه مع كؤوس وبطولات واستعداد وكده. في انديه تاريخ ما عملتش الكلام ده كله طوال مشوارها. هتقول لي 6 جلسات تصوير انت بتقول اي كلام؟ اقول لك لا. ما طيب ما قبل السوبر الافريقي ادي واحده، قبل السوبر المصري في الامارات ادي 2، بعد ما رجعت بالكاس ادي 3 كاس السوبر المصري، قبل العين دي حاجه اسمها تصوير لبطوله اسمها الكاس القارات الثلاث، لسه الاهلي اعلن عنها من شويه على صفحته الرسميه اللي هي بتاعت احنا ابطال ثلاث قارات وجاهزين لمباراه الاتحاد. لسه الاهلي اعلن جلسه التصوير على صفحة رسمية. نزل الصور بتاعتها. بكره جلسه التصوير السادسه للنادي الاهلي في اقل من ثلاث شهور. في انديه بتقعد كتير عشان تعمل الكلام ده في مدى عمرها ومدى تاريخها، وده يبين لك قد ايه حجم التحديات اللي عند النادي الاهلي. كانت في جلسه تصوير ثانيه في دوري الابطال قبل ماتش الترجي. تمام، يبقى كده سبعه. سبعه، يبقى كده سبعه. يعني رقم يعني دي كانت بالظبط من حوالي ست شهور. لا انا بكلمك على في اخر شهرين. اخر شهرين يعني من 27/9 من السوبر الافريقي لحد الوقت اللي احنا فيه، مثلا بنتكلم في 3 شهور بالظبط. الرقم ده الناس ممكن تشوفه ايه يا عم، هي جلسه تصوير؟ ما هي القصه مش جلسه تصوير، القصه دي بتدلك على انجازات وبطولات. انت بكره بتتكلم في ليفل ما عداش على تاريخ حد في الانديه المصريه، وممكن مش عايز اقول المنتخبات، انت رحتها 90 و 2018، بس على مستوى الانديه انت محدش وصل للليفل ده. انت الناس النهارده بتكلمك على الكلمه البسيطه جدا، ممكن الناس تاخدها كلمه عابره، لكن كلمه صعبه جدا في محتواها، هي كلمه سهله على اللسان. ان انت احنا ان شاء الله هنلعب ريال مدريد، الكلمه تبدو سهله. انت عارف يعني ايه يا استاذ محمد تلاعب ريال مدريد الاسباني وما ادراك ما ريال مدريد؟ بطل اوروبا. بطل اوروبا. الناس اللي عايشت فتره، مش الناس الجمهور كلنا يعني، لا انا بتكلم على الناس المسؤولين اللي عايشوا ان انت جبت ريال مدريد تحتفل بيه في 2001 نادي القرن الافريقي. قد ايه كان صعب وانت جاي تلعب دي قصاد دي، وشوف مثلا الفلوس والدنيا والكلام ده كله. دي جلسات التصوير النهارده للصفحه الرسميه نزلتها. دي جلسه التصوير بعد ما الاهلي كسب ماتش العين الاماراتي وكاس القارات الثلاث. في جلسه تصوير بكره اللي هي هتبقى رسميه بتاعت بطوله التحدي او كاس التحدي مع الفائز من ديربي الامريكتين. مع فائز من ديربي الامريكتين. فدي جلسه تصوير بكره السادسه. انا عايز اقول لك والله بكلمك جد ومش هزار، في لعيبه بقى لها مع الفريق الاول 21 سنه و11 شهر ما عملتش العدد ده اللي عمله محمد عبد الله. وانا بقول محمد عبد الله ليه؟ لان محمد عبد الله هو اصغر اللاعبين سنا في الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. انا ما بقللش من قيمه مثلا من اول محمد عبد الله لحد كابتن محمد الشناوي، لكن انا بكلمك في وضع عام انت بقيت موجود فيه دلوقتي. وفي وسط ده كله تيجي تلاقي الناس بتقول لك هو النادي الاهلي بيتاجل له ماتش انبي، او طب انت غلطت وحطيت ماتش انبي، انت اللي اخطات، انت اللي اخطات، جاي تحمل النادي الاهلي خطا غيرك. انا هنا مش عايز اروح للموضوع، لان بما ان الخطا اتصلح فخلاص مش مشكله، دي مش قصه. لا بس برضه حتى لو اتصلح، بس انت ازاي تحط مباراه زي دي في توقيت زي ده، وفي نفس الوقت الناس تطلع تقول لك ما هو التاجيل ده يبقى بوظ الدوري والفرق الثانيه هتطلب تاجيلات؟ ما انت اديت مساحه لاطراف اخرى بتستفيد بالتاجيلات انها تعمل يعني ايه وضع قانوني ليها ممكن تستفيد منه بعد كده. وبعدين يا استاذ محمد هو ايه في الموسم الاستثنائي اللي انا عملته ليه؟ لما خلصت عدد مباريات الدوري انا كنت عامله ليه اساسا؟ يعني عامله عشان تدي اريحيه شويه للفرق
اللعيبه الدوليه، الهدف من الحوار كله اللعيبه الدوليه، ان انت تريح اللعيبه الدوليه. اللعيبه الدوليه كانت بتتهلك قبل ما تروح المنتخبات، وده كان بيأثر على مسيره المنتخبات والنادي الاهلي. فانت كنت عامل قصه انك تعمل دوري من 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 دور واحد، وبعدين دوري اللي هو مع 10 تسع فرق وتسع فرق عشان توفر 8 اسابيع. فانت بالتالي بعد ده كله جاي بتقول لي تروح حاطط ماتشين بعد ما يرجع من جنوب افريقيا 48 ساعه، باقل من 48 ساعه. طب فين المنطق والعقل وانت بتعمله؟ هنا القصه لاهلي ولا زمالك ولا نادي ولا بتاع، انا بكلمك في المنطق والعقل. مزبوط. رحله 10 ساعات وسط ده كله، انت بتلاقي فرقه بتعمل الكلام ده كله. انا اتمنى في يوم من الايام، وانا احنا جايين للقصه دي، لو احنا لو انت كنت حابب نتكلم فيها عن انتخاب مجلس اداره اتحاد كره جديد، ودي النقطه الاهم في الموضوع، مش قصه تحكيم وحاجات زي كده بس. هنجي لها بس نكمل بس يعني اتحاد الكره انا مسجلها معايا لان بكره في انتخاب. ما انا كنت هيتم اعتماده بالظبط كده. انا كنت هقول لك على الجزئيه دي مش في حته وبعد كده نرجع لها، ان القصه مش ان يجي مجلس اداره جديد يطور التحكيم ويطور، لا، توجد العقليه المناسبه لاداره المسابقات بما يتناسب مع نادي عندك. وصل لمرحله من المراحل اللي انت بتقول له رايح ينافس ريال مدريد كده عادي، بقينا بنتداولها عادي جدا، بقينا بنتكلم دلوقتي على قفشه وميسي على مثلا اغلفه اماكن او بتاع. على فكره ممكن يكون الموضوع، على فكره الناس بتاخده كهزار، حتى قفشه كان منزل معرفش يمكن مدى صحه كمان، لا صحيح يعني هو واخدها هزار، لكن طيات الهزار ده يا استاذ محمد معناه كبير جدا، انت بتوصل لمرحله كويسه جدا. فبكره الفريق ان شاء الله باذن الله هيسافر الى قطر، هيتفرجوا على الماتش بتاع يوم الاربعاء بوتافيجو وباتشوكا، ويوم السبت الماتش الفريق هيتمرن زي ما انت قلت قبل كده في ملعب الارسال. ويمكن النهارده كان، ودي من الحته الكويسه في النادي الاهلي، سمير عادل سافر قبل كده، بس انت برضه بتسفر وفد ليك سواء من شركه الكوره او من الجهاز الاداري للنادي الاهلي او حتى حنان الزين عشان اللوائح والتراخيص وتشوف حواك التسويه والكلام ده. فده مهم جدا النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي بيشتغل فيه. كل التوفيق للنادي الاهلي باعتباره ممثل الكره المصريه، باعتباره الممثل الاوحد للكره المصريه بكره. طيب بوتافوجو كمنافس شايفه اصعب من باتشوكا؟ بص، في كره القدم العالميه ما ينفعش تقول كده، بس انا عايز اتوقف مع بوتافوجو لاسباب كتيره جدا. اتفضل. انت بتلاحظ الناس كتيره بتكلمك على ان المنافسين بتوع النادي الاهلي مش هم المستويات، يعني بوتافوجو ده احنا اول مره نسمع عنه. بص يا استاذ محمد، بوتافوجو هبط لدوري الدرجه الثانيه في 2020. من اربع سنين. من اربع سنين. ركز بس في التدرج والمستوى بتاع الفريق، ويبين لك انت قد ايه رايح لفريق ده اذا صعد. احنا كل ده بنتكلم على احتماليه ان هو الاقرب للفوز طبقا للمستويات اللي احنا نعرفها. فبوتافوجو في 2020 هبط دوري الدرجه الثانيه. 2021 ثاني سنه على طول خد اللي هو كسب البطوله بتاع الدرجه الثانيه ورجع ثاني للدوري الممتاز. في 22 رجع 2022 خد مركز 11 في الدوري عنده. بص التدرج، 2023 مركز خامس وتأهل ليبرتادوس بملحق، يعني هو تروح تصفي مع فريق من دوله ثانيه عشان تشوف انك هتصعد ولا مش هتصعد مع بطل الكاس الثاني، انتوا الاثنين بتلعبوا عشان تصعدوا في 2023. يعني هو صعد لليبرتادوس اللي هو كسبها، ما كانش صعب اصلا بماتش ملحق، مش بطل، مش بطل ولا حتى من الاربعه الاوائل اللي هم بيصعدوا مباشره. بص التدرج، جه في 2024 الدوري البرازيلي وكسب ليبرتادوس. فبص التدرج من 2020 ل 2024 بيوصلك لحد فين. فانت متخيل لو الفريق ده كسب، انت رايح تلاعب فريق في تدرج المستوى. وخد بالك، ما هو اللي يبين لك تدرج المستوى ان بيجيب لعيبه وبيعمل سيستم ونظام اداري، ما هو النجاح جزء منه اكيد السيستم والنظام الاداري. فانت رايح تقابل منظومه كرويه على مستوى الفريق، على مستوى الاداره، على مستوى تكوين مؤسسي، هم بيتدرجوا في المستوى وتعلموا من درس. انت وقعت وقعه صحيح، وقعتها قبل كده هم بالنسبه لهم، لكن وقعت في 2020 هم اتعلموا فيها. في اربع سنين دلوقتي هم توب انديه امريكا الجنوبيه، ورايح يلعب كاس القارات، ورايح كاس العالم للانديه، رايح كاس العالم للانديه مسماها الجديد. مظبوط. والناس اللي بتتكلم وتناقش، حلو الفكره على فكره، انا بيعجبني قوي يا استاذ محمد ان انت توصل لمرحله انك تناقش الاهلي هيلعب كاس العالم للانديه 2029 ولا لا. عارف الكلمه ده معناها ايه؟ يعني دي حته كويسه جدا. عارف الناس من بدري راحت ل 2029. انا بحب الجدال ده. على فكره هي الكوره دي، هو ده الجدال الصحي اللي هو ما فيهوش تعصب. المشكله فيه الاهلي لا مش هيروح، اصل اللوائح ده الصح، ده الكوره، ده النطاق الطبيعي للكوره اللي انت بتتكلم فيه. يروح ما يروحش بتاع ده شغل الكوره اللي احنا بنتكلم فيه. اكيد. طيب برضه لو اروح معاك لفكره، هي الناس بتحضر ل 2029 ازاي؟ يعني الناس بقت تتكلم على فكره التصنيف ممكن يوديك 2029 لو انت مش بطل. عارف الاعلام بقى وصل لمرحله انه بيجد مبررات لاي طرف دايما بيدعي المظلوميه ان يديله
لا من دلوقتي عندك 4 سنين جايه العب كذا، حقق كذا، نقاط كذا، بطولاتك كذا. مش حاجه غريبه شويه؟ حاجة يعني غريبة. انت شفت حاجه حد في انجلترا اتكلم مثلا السيتي بيشارك فين اليونايتد؟ لا ليفربول، فين ليفربول؟ ليفربول كسب في اخر 4 سنين، ما حدش اتكلم في اخر 4 سنين كسب ووصل فاينل، وصل فاينل دوري الابطال وكسب، كسب نسخه وخسر نسخه، ما حدش جه قال لك مثلا مظلوميه ومش مظلوميه، ما حدش قال لك ان ليفربول احق. على فكره انا هتسال عن وجهه نظري انا الشخصيه، ليفربول احق انه يشارك. فهو طبقا للمعايير اللي حطها الفيفا من 2021، هو هنا بقى النقطه اللي هو ايه، احترام المعايير. المعايير آه. هو هنا كنادي احترام. على فكره احنا لو عندنا نادي حقق 1/10 من اللي عمله ليفربول كان احنا كنا زماننا دلوقتي مشينا من البلد. في الفتره اللي عدت كنا مشينا، يعني بكلمك جد والله، ان انت كنت يا عم ده مظلوميه وبتاع وما فيش حاجه. يعني بص انا بقول لك انا مستغرب، يعني في فرنسا مثلا باريس سان جيرمان بيشارك، ما حدش جاب سيره مثلا ليون او مارسيليا. في انجلترا ما حدش جاب سيره اليونايتد وليفربول. تخيل انت مثلا اي نادي في اوروبا ممكن يقول لك ازاي برشلونه مش موجود، ده ريد بول سالزبورج موجود. الناس عادي جدا يا باشا، الوداد والرجاء وهو الصراع التنافسي الرهيب هناك، حتى لما بينتقد وضع ان هو ما شاركش بيبقى انتقاد منطقي وموضوعي بالظبط، مع ان اللي هناك الليله ما بين الوداد والرجاء وطلع لهم الجيش الملكي مؤخرا، يعني صراع اقوى من هنا بكتير جدا. ممكن تكون الكوره والتنافسيه ومستوى اللعيبه على مستوى المحل عندهم، لان المحترفين بيطلعوا أكيد. اقل من عندك، لكن برغم كده ما تلاقيش الخزعبليات اللي بتحصل عندك اللي احنا وصلتنا النهارده اللي انت شفته في دوري الدرجه الثانيه. طبعا طبعا اللي خد بالك اللي انت بتنتقده دلوقتي ده، انت شريك فيه، شريك فيه باللي انت بتقدمه على الشاشه، باللي انت بتوصله للناس. قصدك وقعه اللاعب بتاع ماتش المقاولين والمنصوره؟ طبعا. هو انت عايز تحاسب الطرف الاخير في الحبل؟ طب ما تجيب الليله من اولها. احنا في كلام دلوقتي طلع بيقول لك ان المنصوره عرض اللاعب للبيع على فكره، واللاعب كمان اعلن اعتزاله. طيب على فكره الوقعه كلها من اولها لاخرها غلط، بس ده نتاج طبيعي جدا لفتره كبيره جدا من الطبيعي الاعلام اللي انت مش الاعلام، من الشكل الرياضي كله، مش الاعلام بس، من منظومه الرياضه كلها. انت وصلت المرحله من 2018 2017 لحد المرحله دي انك وصلت نفس تاخد حقك بالبلطجه، فانت متخيل الوضع اللي ده النتاج اللي انت وصلت له، وده اللي احنا كنا بنحذر منه بقاله فتره. وانا هنا ما ببررش واقعه، انا بقول لك الواقعه خاطئه 1000000%، بس انا بتكلم على ده نتاج طبيعي المنظومه. انت بتطلع دلوقتي تتكلم على اني انا مش عايز اذكر اسماء انديه، بس يعني بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء، انت بتتكلم دلوقتي على حاجه مر عليها مثلا 10 12 سنه وتتناقش اعلاميا. المفروض انا كراجل اعلامي موجود بدير حوار ابقى فاهم ايه اللي يدار واللي ما يدارش بالظبط، واللي يتم ده. فدي صوره ونتاج طبيعي اللي انت وصلت له. انت هنا هتحمل الطرفين اخر حاجه في المنظومه، المتلقي اللي انت انا الاسبوع اللي عدى كنا هنا مع بعض، كنت بقول لك ايه، اتنين رؤساء لجنه حكام سابقين طلعوا الاثنين قالوا على واقع على هدف وضربه جزاء، ده الراي وده الراي تاني منفصل، والفاصل بينهم دقيقه. انا عايزك تبص للمتلقي، دول اللي كان بيدور لجنه الحكام في بالزبط. مثلا الحقبه 6 7 سنين، وده بيتكلم في القانون، ده بيتكلم في القانون، وده بيتكلم لا قانون، ده بيتكلم قانون. واللعبتين لا يختلف عليهم اي بني ادم. وعلى فكره انا ممكن اختلف في انذار ولا طرد، لكن ضربه جزاء وجون يعني قانون واضح. صعب. فانت صعب. هنا بتحاسب اخر واحد في المنظومه اللي هو المدرب واللاعب اللي هم متلقين بقالهم فتره بيشوفوا المنظر انت وصلت له. اكيد. طب هم لسه هنكمل مع بعض، لسه في تفاصيل كتيره، لكن مستعدين دلوقتي نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واستكمال باقي الفقره الحواريه مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علي. استاذ حكيم، استعداد الاهلي لكاس العالم. انهي كاس عالم؟ الاهلي بيلعب كاس عالم كل تاريخ. عندك في كاس عالم مصغر اهو السبت الجاي، بس في كاس عالم بقى اكبر واعظم واشمل بعد حوالي 6 شهور. اللي يجي في ايدك. طيب خلينا احنا اتكلمنا على الانتر كونتيننتال. نتكلم على كاس العالم للانديه في امريكا. اكيد. النادي الاهلي طبعا الارقام المتداوله، في ارقام وصلت من 16 15 20 لسه لحد دلوقتي حسب ما انت بتقول وبنسمع، ان ما فيش رقم رسمي طلع، بس في بعض رؤساء الانديه طلعوا واتكلموا وقال لك ان في مثلا احنا اتبلغنا من 16 ل 20. النادي الاهلي ابتدى يشتغل على اكتر من محور في الملف ده، سواء محور ان انت عندك جزء منه رعايه
وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه اكتر. المباراه النادي الاهلي عنده سيستم مؤسسي ومنهجي في جزئيه ان انت بتشتغل من بدري قوي، والنادي الاهلي شغال في الملف ده بدري. بس انا هنا عندي نقطه، ان انت ناس كتيره بتتكلم على ان النادي الاهلي وصفقات الدعم للبطوله، وان انت صفقات لازم تجيب مش عارف مين وتجيب مش عارف مين. هو اكيد بدون دخول في تفاصيل متعمقه شويه، ان مفيش حد احرص او على انه هيبقى عنده حرص على النادي الاهلي وعلى فرقه النادي الاهلي تظهر بشكل كويس جدا اكتر من اداره النادي والجهاز الفني. اكيد. بدليل ان انت بتشتغل على انك تجيب رعايه بخلاف الفلوس اللي هتاخدها من كاس العالم للانديه. يعني هو مش مستحيل يكون بيفكر وبيشوف عروض والكلام ده كله عشان ياخد رعايه للاهلي في البطوله دي، وهو مش هيشتغل على انه يجيب صفقات ويجيب لعيبه يدخل بيها البطوله دي. بس انا هنا لازم حته مهمه جدا، وانا هنا مش بتكلم على ان احنا في قناه النادي الاهلي، بتكلم على جزئيه ان انت عندك لعيبه وقوام وتشكيل اساسي راح يلعب بطوله الانتر كونتيننتال. عندك ماتش يوم السبت مع الفائز من باتشوكا وبوتافوجو. الماتش ده هيوديك في حته ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي ولا في تاريخ اي نادي في مصر. فانا هنا المفروض، وده على فكره انا بقول لك دي وجهه نظر انا مش وجهه نظر اي حد مثلا او في النادي الاهلي او حتى في القناه او في اداره النادي. انت اللعيبه اللي هتلعب معاك الماتشات دي هي مين؟ هي الصفقات الجديده ولا الفريق اللي معاك؟ الفريق اللي معاك. فانت هنا بالتالي لما في حد مسؤول من النادي الاهلي المفروض يطلع ويقول لك احنا هنجيب صفقات. لا طبعا، ما هو طبيعي طبيعي انه هيشتغل يجيب صفقات، لكن الطبيعي في نفس الوقت ان هو لازم يقفل يحافظ على قوام الفرقه عشان عنده بطوله ومباريات مهمه. طبيعي. ما هو انت لما لاعب دلوقتي، اللعيبه دلوقتي ما بقتش زي زمان انها بتستنى الجورنال وفي لعيبه ما بتجيبش. لا، كل اللعيبه دلوقتي بتتابع اقل كلمه سوشيال ميديا ما تخليش. فعايز تفهمني اللعيبه اللي رايحه تلاعب يوم السبت وهتلعب ان شاء الله وانت تأهلت تلعب ريال مدريد في ليفل تاني انت ما شفتوش وهيعلم من الايمج التسويقي بتاعك، انت المفروض هنا تقفل الملف ده. وده الاداره اللي عاملاه، وانا تخيل ان الاداره شغاله على ملف التعاقد بس من غير ما تتكلم فيه، ومش هينفع تتكلم فيه ومش هتتكلم فيه الا بعد الانتر كونتيننتال، خصوصا ان انت لسه ما وصلتش شهر يناير. انا هنا مش بوجد مبرر لحد عشان بس الامور تبقى، انا بتكلم بمنطق حيادي. لو انا مسؤول عن فريق، ده التوجه بتاعي اللي هيكون ان انا هقفل مش هتكلم عن اي حاجه لحد ما انا، وخصوصا البطوله دي بطوله مش قليله، انت ممكن تكون المستوى او الليفل اللي وصل له النادي الاهلي خلاك تبص للبطوله دي مقارنه بكاس العالم للانديه 2025 ان دي بطوله يعني ما ماتشين يا عم بتاع انا رايح العب في الافتتاح انتر ميامي، بس هي بطوله كبيره جدا. طبعا بطوله تقيله جدا، انت لو كسبت هتلاعب ريال مدريد وفي بطوله رسميه. عايز تقول في النهايه للناس ان اداره النادي والتعاقدات بتشتغل على فكره التدعيمات لبطوله المونديال الانديه في امريكا؟ اكيد طبعا، بس في نفس الوقت في تفاصيل مش متاح انها تظهر في الاعلام، او لو كانت في تفاصيل بتظهر قبل كده دلوقتي الاستراتيجيه والاداره اختلفت فمش هتلاقي معلومات كما كانت سابقا. لا وغير كده هو ما ينفعش كاداره يتكلم حتى تلميحا. اه يعني حتى تلميحا ما يقدرش يقول لك وانا داخل على بطوله، انا بكره النادي الاهلي مسافر يلعب بطوله الانتر كونتيننتال، انا ازاي اقول للاعيب اللاعب بتاعي ليله ماتش احنا التاريخ والمجد ورايحين نلعب ريال مدريد وبتاع، واللاعب انت بتصدر له صوره من قبلها بيومين ثلاثه ان انا محتاج اربع تدعيمات عشان ان انا هجيب مهاجم وراح اجيب جناح. على فكره هو عارف وعارف ان انت لازم تجيب لعيب، بس هو عارف لكن ما سمعهاش منك. هو عارف ومتيقن. فالجزئيه ان اداره النادي ما هياش مثلا بتطلع تقول كذا، بس ده على فكره دي وجهه نظر شخصيه بحته. النادي الاهلي بيشتغل على كاس العالم للانديه من منظور تسويقي ومنظور تعاقدي. منظور التعاقدي احنا اتكلمنا فيه، النادي الاهلي مش هيبين ملامح اكيد خالص دلوقتي الا بعد، لكن منظور التسويقي اعتقد ان الاهلي شغال بشكل كويس، ممكن تشوف مفاجآت في شق الرعايه للبطوله دي. ارقام يعني لو وفق فيها النادي الاهلي ارقام يمكن ما حصلتش، بس ابعد انديه الخليج ما حصلتش في الشرق الاوسط. انديه الخليج طبعا الارقام عندها عد، يعني مثلا ده جانب مهم جدا، يبقى للتحضير للمونديال مش تحضير فني وقروي فقط. طبعا انت ممكن تستفيد بالبطوله دي تسويقيا انك تجيب. هو القرار اللي طالع يا استاذ محمد امبارح. نعم، القرار اللي طالع امبارح هو انت بتاخد القرار كصحفي، يعني كصحفي باخد القرار بمضمونه تفويض شركه الاهلي لكره القدم في اداره وتسويق كل الحقوق التجاريه والتسويقيه والرعايه والبث الفضائي للفريق الاول لكره او لقطاع الكوره بما حق من جهه باهره. هو انت خدت المصطلح كده مجرد تفويض؟ لا، ده تمهيدا لشيء. لا لشيئين، ما هو بيقول لك العيب بس فضايح يعني لاشياء يعني لاشياء يعني العقد الجديد للعقد يعني الجديد. وغير كده كاس العالم للانديه لوحده، لان دي نسخه انت ما حدش في مصر شايفها. فده سجلوا يا جماعه اللي بيقوله استاذ عبد الحكيم ده، عشان انا عارف وواثق قريب جدا الكلام ده هيكون مترجم على الورق بملايين الجنيهات او الدولارات يعني اكيد. يعني انا اتوقع ان شاء الله في حاجه كويسه جدا باذن الله. على فكره الاهلي شاطر جدا في الحته دي من زمان مش دلوقتي. طبعا يعني الاهلي شاطر جدا في الحته دي من زمان قوي. انا شايف انت بتقول معلومه حلوه جدا عايز ابشر بيها الناس، ان التفويض اللي اتعمل امبارح لشركه الكوره في مساله التسويق والتعاقدات الحاجات اللي هي التسويقيه
دي ممكن الفترة الجاية نسمع منها أرقام كويسة جدا وأنت مقبل على مونديال الأندية في أمريكا. طبعا طبعا. طيب ده جانب مهم جدا. طب تعالى مع بعض كده نشوف بقى اللي كتب في المواقع والصحف عشان أنا استعرض منها ملفات مهمة جدا ممكن نعلق عليها ونتكلم على اتحاد الكورة اللي بكرة المفروض عنده جمعية عمومية لتزكية مجلس جديد. أول حاجة حساب يلا كورة بعد تأجيلها، يلا كورة يكشف موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، والكلام بيقول إن الرابطة ممكن تحدد الميعاد يوم 18/3. تعليقك على فكرة الرابطة والاتحاد أنا هنا عندي نقطة. هو أنت حاطط لائحة إن اللي ما يلعبش 5 مليون جنيه وتحاسبه على الأمور التسويقية، طب اللي انسحب من الدوري السنة اللي عدت من الماتش بتاع الدوري بما له من خسائر ما حسبتوش ليه؟ يعني ده لغاية دلوقتي ما طلعش الرقم. ما هو دي هو على فكرة اللي بيدير الاثنين رابطة الأندية. واحد. يعني أنا هنا مش بسمي مسميات، ده ماتش قمة وماتش قمة متباع بأرقام كبيرة جدا. لو أنت تبص للأمور التسويقية أهم ناديين في الدوري المصري أنت بتبيع بيهم جماهيرهم الأهلي والزمالك، فتخيل لما فريق ما يلعبش ماتش أهلي وزمالك، أنت ما طلعتش العقوبة ما هددتوش ليه بالعقوبة زي ما أنت بتقول إن 5 مليون جنيه، يعني أنت حاطها في لائحة الرابطة لائحة كأس الرابطة بس وسايب الدوري؟ إحنا لحد دلوقتي عايزين نعرف الرقم، هل تم إصدار عقوبة ولا لأ؟ ما هي دي خسائر على النادي الأهلي، ما مش حضرتك دلوقتي النادي ده ماتش. دي كانت مباراة الأهلي أكيد طبعًا. يعني أنت عائد بالنسبة لك، طب أنت بتهدد الأهلي بماتش إنبي وعلى فكرة ده حقك، أنا مع تطبيق اللوايح على فكرة. بس الرابطة أجلت في النهاية برضه. بقى حلو جميل بقى، انت ايه اللي انت كنادي اهلي ايه اللي خلاك رحت لجزئيه ان انا العب اللائحه والارقام الكبيره اللي عليك؟ طب انت حضرتك السنه اللي عدت ماتش الدوري الاهلي والزمالك اللي حصل فيه انسحاب وصورتك الذهنيه عند الناس بره اللي النادي الاهلي بيصححها لحد دلوقتي. فانا اتمنى برضو ان حد من الرابطه يطلع يرد علينا في الكلام اللي بقوله. يوضح لنا. اخر حاجه بالنسبه لاتحاد الكره بكره قبل ما اكمل باقي المواقع اللي معايا، تنتظر شيء ايجابي من الاجتماع بكره الجمعيه العموميه؟ هو يعني خلاص ما هيزكوا المجلس ده، بس انا اهم نقطه عندي والله طبعا تطوير التحكيم مهم وتطوير كل حاجه، يعني كل ده احنا مستنيين حاجه كويسه وتطوير منتخبات بس الاهم ان انت تغير النظام اللي في مصر، لان النادي الاهلي اللي وصل له ده هو اقصى ليفل بيوصل له في ظل التخبط اللي احنا فيه. لازم أكيد. تساعد الكيانات الانديه والمنتخبات انها تطور من نفسها. الاهلي وصل كده اللي يجي يقول لك الاهلي هينافس قول له مستحيل، لان انت المنظومه عندك اخرها كده، اللي عامله الاهلي ده اعجاز مع المنظومه اللي انت فيها، عشان كده اي حد يقول لك الاهلي احسن الوحشين، ما هي ليه الكلمه دي؟ ما حدش ياخد باله ليه؟ عشان انت المنظومه دي النتاج بتاعها ده اعجاز اللي بيحصل. ده اعجاز اللي بيحصل فيها. لكن انت لو عملت بطوله مستقره، نظام منتظم، اهلت اللعيبه بشكل كويس جدا، اديتهم البيئه الكويسه انها تشتغل، وفرت لهم تحكيم كويس، نظام مسابقات كويس، تعلن عقوبات في ميعادها، تفرض الانضباط ما توصلكش للمرحله بتاعت اللاعب ده، هتوفر بيئه للنادي الاهلي انه ممكن يدخل ينافس على كاس العالم دي، هيبقى وضع طبيعي وقتها لما وصل في العشوائيه دي للمرحله دي، فتخيل لو كذا هتوصل لمرحله كبيره. ناخد بقى مجموعه من المنشطات السريعه ونعلق ماشي. في ثواني. حساب في الجول على منصه اكس تصريح لرئيس الوداد المغربي اللي بيتكلم فيه على النادي الاهلي. اهو هشام ايت منا رئيس الوداد بيتوقع تحقيق الاهلي انجازا في مونديال الانديه، وان الاهلي قادر على تحقيق الانجاز، لكن الوداد ايضا يستطيع تحقيق مفاجاه في مجموعه القوايه. الناس اللي بره بتتكلم عن النادي الاهلي بموضوعيه اكتر من اي حد في مصر، بموضوعيه، يعني هو مش بيجامل النادي الاهلي، مش بيجامل النادي الاهلي اكيد طبعا. طب حساب الوطن سبورت على منصه اكس واللي نقل خبر بيقولوا ان كولر بيختار مدافع الاهلي الجديد من الدوري البلجيكي، واتقال هنا ان كولر استقر على الرحيل يوسف ايمن وبيفكر حاليا في عمر فايد لاعب فنار بخشة التركي. انا لا اظن عمر فايد حتى لو الاهلي هيجيب، انا ما اعرفش يعني. بص المعلومه اللي عندي ان الاهلي طبعا هو مش عايز يدخل في الصفقات، بس المعلومه اللي عندي ان ما اعتقدش عمر فايد، لان عمر فايد اصلا اولا معار، ثانيا ما بيلعبش، ده لسه راجع من اصابه على حسب ما اتذكر، فصعب قوي انك تفكر فيه في يناير، يعني امر مش متاح يعني. طيب لا انا بقول لك من وجهه نظري، ما عنديش، انا بقول لك تحليل، من وجهه نظرك ايوه تحليل، انا كمعلومات كده متابع ان لا بعيد شويه، بعيد في الصور ده. طيب. اذا النادي الاهلي فكر يجيب حد في يناير اكيد كقلب دفاع وارد. على فكره في لعيبه كانت بره جدا الحسابات ورجعت وبقت موجوده معاك، رامي ربيع ده كان السيستم وقف ده على ثانيه، على ثانيه دلوقتي بقى وكمل وبقى اساسي بقى احد نجوم الفريق دلوقتي الاساسيين اللي انت بتجدد له. طيب حساب القاهره 24 على منصه اكس اتكلموا على ان في مفاضله بين الماني وانجليزي، اهو القاهره 24 مفاضله بين انجليزي والماني واسباني لتولي رئاسه اللجنه في عهد ابو ريده، عهد لجنه الحكام. انك تجيب اجنبي ده شيء محترم جدا، بس الاهم البيئه اللي يشتغل فيها، المجموعه اللي هتشتغل معاها، المجموعه واتمنى من اسره التحكيم السابقين يبعدوا شويه، يعني ما يطلعوش في المشهد عشان توفر البيئه انك ينجحوا. اضحك عليك للدرجه دي؟ طبعا. بص مع كامل الاحترام ممكن تكون البيئه المجلس الاداره مثلا الاتحاد ما عملش، بس جزء كبير جدا من اللي بيتعرض له اي حد من بره يجي رؤساء الحكام السابقين اللي بيطلعوا بينتقدوا ليل نهار عن عنده عن اي حاجه، ما بتوفرلوش البيئه. انت بتجيب واحد
انت هنا مثلا جبت واحد بتهاجمه ليل نهار، مش هتوفر له بيرن يشتغل. تمام استاذ عبد الحكيم، نورتنا وشرفتنا. انا ببقى سعيد يا محمد وانا موجود معاك. الله يسلمك، وانا بسعد دايما بوجودك معانا، وفقره بتبقى ثريه فيها اخبار وموضوعات مهمه جدا، ودايما بيبقى عنده هو لمسات كده في حتت معينه بتنور بعد كده، بالذات لما بنتكلم في الماليات وفي الفلوس. الحته بتاعتي هتلاقي يعني في الحته دي في ارقام جايه، وانا النهارده اكيد من خلال تصريحاته اتوقع ان في حاجات ايجابيه جايه باذن الله للنادي الاهلي قبل مونديال الانديه. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، ويتجدد اللقاء في حلقات اخرى باذن الله. شكرا والى اللقاء.